سيد محمد، أي الذي يحاول بيع المكون السني وعذرا على التسميات هم خصوم السيد الحلبوسي، والدليل أننا عندما نأتي بشخص سابق كان متهم بالإرهاب ومطارد من قبل الحكومة والقضاء، ونجعل منه بغض النظر عن الاسم ونجعل منه خصم السيد الحلبوسي، هذا بحد ذاته ماكو هيك واحد. منو هذا؟ ماكو هيك واحد. منو من يا اخي؟ يعرف استاذ صلاح. منو هو؟ منو هو؟ من هو؟ هذا حق الجمهور يطلع. منو هو؟ منو هو؟ هذا حق الجمهور، لان تهمه هذه. منو هذا؟ اخي العزيز، اخي العزيز دعني اكمل كلامي. اي هو بس قول لي منو هو هذا؟ منو هو هذا؟ حق الجمهور استاذ انور على تقدم وعلى جمهور تقدم في المناطق المحرره وفي بغداد، هو الخوف من تقدم ومن الجمهور الكاسح الذي رفع السيد الجماعه جايبين السيد سالم العيساوي عليه مشاكل. ارهابي؟ لا، سالم العيساوي ارهابي. هو سؤال، عنده مشكله سالم العيساوي؟ لا سيد محمد، منو الارهابي يا اخي؟ يعني اوضح لك فكره. هو السؤال حضرتك بس مهمه، كانت هناك شيخ الوه ما راح اغادر هاي النقطه. قل لي الشخص اللي عنده مشاكل من هو؟ وتم دعوه القاده السنه جميعهم بنوابهم، قالوا تعالوا واحضروا جلسه في احد البيوت، وفي كان الرأي تكون في منزل السوداني، لمعرفه من الكتله البرلمانيه الاكبر، وان كنا نعلم ان كتله التقدم هي الكتله الاكبر، وتخلف عن الحضور قاده حسم وقاده السياده وقاده حزب. لماذا؟ لانهم يدركون انهم غير لا يملكون العدد النيابي الحقيقي داخل مجلس النواب. زين، ما راح تجاوبني هذا الشخص من هو؟ هذا اتهام غير معروف. طيب احنا هم نريد ننظف داخلنا. طيب. انا هو انا عندي بات، عندي بات واحد بس